ضمن موسم أعياد البحرين واحتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس المسرح، استضاف مسرح البحرين الوطني مساء أمس أمسية موسيقية ساحرة لأوركسترا البحرين الفيلهرمونية بقيادة مؤسسها المايسترو دكتور مبارك نجم. وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار أن هذه المناسبة عزيزة على قلوب جميع أبناء البحرين، والاحتفاء بالأعياد الوطنية من مسرح البحرين الوطني الذي تأسس بفضل الدعم الكريم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم الراعي الأول للثقافة في البحرين. وأضاف أن أوركسترا البحرين الفيلهرمونية بقيادة المايسترو الدكتور مبارك نجم هي مثال على قدرة البحرين على استثمار الحراك الموسيقي المحلي ليكون أداة على مستوى عالمي من أجل الترويج للوجه الحضاري الأجمل لمملكة البحرين، مؤكدا على أن وجودها في مسرح البحرين الوطني يعطي للموسيقيين البحرينيين فرصة الوصول إلى جمهور أوسع ومستويات أعلى من الإبداع والأداء. هذا الحفل يأتي تزامنا مع الذكرى 10 لمسرح البحرين الوطني، هذا الصرح الثقافي الذي أتى بدعم من سيد صاحب الجلالة الملك البلاد المعظم، ونحتفي بهذا الصرح ونحتفي بالاهتمام الذي توليه الثقافة من قبل جلالته ومن قبل سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث أن الثقافة اليوم في إبداعات مختلفة تجد لها فضاء في البحرين في مدنها في مناطقها المختلفة، واجتهادنا الثقافي إن شاء الله مستمر احتفاء بهذا الوطن. بمناسبة الأعياد الوطنية لبلدنا الحبيب، يسعدني أن أرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم أسماء آيات التهاني والتبركات، وكذلك إلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أطيب التهاني والتبركات، وإلى سيدي وزير الداخلية وإلى شعب البحرين الحبيب. إن شاء الله أتمنى أن يعم على هذا البلد بالخير والأمان وبالتقدم والرخاء إن شاء الله في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة. I would like to say on behalf of the all orchestra. أود أن أعرب عن بالنيابة عن المنتسبين بالفخر أن نكون جزءاً من هذا الحفل الذي يصادف الذكرى 10 لتأسيس المسرح الوطني. بالطبع نهدي هذا العمل بمناسبة قرب العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين، وهو ما نعمل من أجله من خلال مزج الموسيقى الكلاسيكية مع موسيقى المايسترو مبارك نجم.